لو نفسك في أكلة سهلة وسريعة ومش مكلفة خالص وما بتاخدش وقت معاك خالص ولا مجهود، يبقى الفيديو ده علشانك. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض مكرونة وبانيه بطعم جديد وسهلة وسريعة جدا، وبإذن الله تعجبكم. يلا حط لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتيش، وفعل زر الجرس، ويلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول وندخل على الفيديو على طول ونشوف طريقة التحضير. اول حاجة نسمي بسم الله. وعندي نص كيلو من البانيه متقطع شرايح رقيقة زي ما انت شايفين اهو، اي كمية زي ما تحبي. اول حاجة عملتها جبت البانيه ونقعته في معلقة طحينة ومية وملح عشان تشيل الزفارة، بعد كده شطفته كويس. وعندي بصلاية مفرومة ناعم زي ما انت شايفين اهو، عندي كمان مستردة، وعندي كاتشب، عندي كمان ليمونة كبيرة معصورة، وعندي كمان التوابل والبهارات عبارة عن ملح وكمون وزعتر وكركم وشطة وكمان بابريكا وفلفل اسود، التوابل اللي انت حابة تضيفيها. ده التوابل او البهارات اللي انا عملتها، وهضيفها على البانيه زي ما انت شايفين اهو. كل الحاجات دي اللي انا بضيفها على البانيه بتدي طعم حلو قوي. نركن المكونات دي على جنب ونجيب الطبق بتاعنا. واول حاجة هضيفها كمان حوالي معلقة كبيرة من الخل. ضفت كمان البصل المفروم، دي بصلية كبيرة مفرومة ناعم. ضفت كمان عصير ليمونة، بعدين هضيف بقى المستردة اهو، بتدي لون حلو وطعم حلو قوي في البانيه. وكمان هضيف الكاتشب، هاخد منه حوالي معلقة كبيرة. وبدأت اضيف بقى التوابل والبهارات، هبدأ اقلبهم بالشكل دوت. عايزه اقول لكم ريحة التوابل دي ريحتها تحفة جدا لما اتخلطت مع بعض كده زي ما انت شايفين. وهبدأ بقى اضيف البانيه بتاعي زي ما انت شايفين اهو، اي كمية زي ما تحبي. الخلطة دي تنفع للفراخ او اي تتبيلة تقدر تتبلي بيها. هسيبه بقى في التتبيلة دي حوالي ساعتين كده على الاقل علشان ياخد من التتبيلة وبيدي طعم حلو قوي. وهنروح نعمل الصلصة بتاعت المكرونة. اول حاجة هجيب الطاسة بتاعتنا وهسخنها بالشكل ده. بدأت اضيف معلقة كبيرة من الزبدة، وضفت عليهم حوالي معلقتين من الزيت اهو، قلبتهم بالشكل ده. واول ما يسخنوا كده هضيف بقى حوالي بصلية كبيرة مفرومة ناعم زي ما انت شايفين اهو، او اي كمية زي ما تحبي. هفضل اقلب في البصلة بتاعتي زي ما انت شايفين. واول ما البصل بتاعي يدبل معايا هضيف بقى معلقة كبيرة من التوم المهروس، ده توم مفرزاه اهو، بيدي طعم حلو اوي في المكرونة. هفضل اقلب البصل مع التوم زي ما انت شايفين اهو لحد ما ياخد اللون الذهبي الجميل كده. وهنا بقى بعد البصلة بتاعتي ما اخدت اللون الذهبي اهو، مش هغمق عن كده ولا حاجة علشان البصل بتاعي ما يمررش معايا، هو كده بقى تمام اهو. هنجيب بقى عصير الطماطم، انا عندي عصير طماطم مفرزاها في الفريزر، هبتدي اضيفها بقى بالشكل ده. انت حابة بقى تعصري طماطم في الخلاط براحتك خالص، ده طماطم مفرزاها اهو اهو، اي كمية زي ما تحب على حسب كمية المكرونة بتاعتك اللي انت عاملاها. هسيب بقى الطماطم مع البصل كده تتسبك كده، هتفك على طول مش هتاخد وقت معاكي اهو زي ما انت شايفين. هبدأ اقلبها بالشكل دون كده، حابة تضيفي لها معلقة صلصة براحتك خالص. الطماطم بتاعتي شايفين لونها عامل ازاي، مش محتاجة صلصة ولا اي حاجة، هي لونها حلو قوي كده. هي الصلصة بتاعتنا اتسبكت معانا اهي. هنضيف بقى التوابل او البهارات، معلقة فلفل اسود ومعلقة الكمون، وكمان هضيف معلقة الملح، حابة تضيفي مرقة دجاج براحتك خالص تطعمها. هبدأ اقلب الصلصة بتاعتي كده عشان التوابل تتقلب مع بعضها زي ما انت شايفين اهو. الصلصة بتاعتي قربت تستوي كده وتتسبك معانا اهو زي ما انت شايفين. هي كده الصلصة بتاعتنا استوت معانا اهي، اتسبكت اهو زي ما انت شايفين، لونها حلو قوي وريحتها تحفة جدا. بعد ما الصلصة اتعملت معانا نسلق المكرونة زي ما انت شايفين. عندي حلة على النار فيها مية بتغلي، اول ما المية بتاعتي تغلي كده هبدأ اضيف معلقة الملح. اول بقى ما المية بتاعتي بتغلي كده هبدأ اضيف المكرونة زي ما انت شايفين، اي كمية زي ما تحبوا. هديها تقليبة كده اهو عشان ما تلزقش في الحلة.
هضيف بقى معلقة من الزيت او معلقتين كبار كده عشان المكرونة ما تلزقش في بعضيها، تبقى مفلفلة كده معايا. هقلبها بالشكل ده. المكرونة بتاعتي اتسلقت معانا اهو، سبتها حوالي 10 دقايق على حسب نوع المكرونة. اهو هي كده استوت وبقت تمام. هنطفي عليها النار ونصفيها الاول من المية، وبعد ما صفيتها كده وشطفتها بشوية من المية، هنجيب بقى الصلصة بتاعتنا اللي احنا سبكناها مع بعض. وهبدأ اضيف الصلصة للمكرونة زي ما انت شايفين اهو، شايفين لون الصلصة بتاعتنا عامل ازاي. المكرونة انا بحبها تكون لونها احمر، الطماطم بتاعتها تكون حمرة، تدي لون حلو قوي في المكرونة زي ما انت شايفين. هبدأ اقلب بقى الصلصة مع المكرونة. جربي تعملي المكرونة بتاعتك بالطريقة دي، وبإذن الله تاخدي أحلى طعم وأحلى طريقة للمكرونة، سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة خالص، وجبة سهلة وسريعة بإذن الله هتعجبكم لو عملتها بالطريقة دي. ونسيت أقولكم، أنا ضفت في الصلصة معلقة سكر، بتدي طعم حلو قوي وتشيل الحموضة اللي في الصلصة. شايفين لونها حلو ازاي؟ هنغطي بقى المكرونة بتاعتنا واسيبها 10 دقايق كده على ما تكمل سواها كده. انا مسويها 3/4 سوا، هنسيبها تكمل سواها، وبعد 10 دقايق ده شكل المكرونة بتاعتنا اهي. كده المكرونة بتاعتنا استوت وبقت تمام التمام اهي. هنطفي عليها النار اهي زي ما انتم شايفين. يلا بينا بقى نروح نعمل البانيه بتاعنا. البانيه بتاعنا بعد ما قعد حوالي 2 ساعة في التتبيلة، عندي بقى الدقيق بتاعي زي ما انتم شايفين اهو، والبانيه اهو. هجيب بقى البانيه بتاعي كده زي ما انتم شايفين، هاخد قطعة كده وانزلها في الدقيق. انا مش ضايفة للدقيق اي حاجة خالص، انا عاملاه اقتصادي اهو، هعمله بالدقيق، مش هحط له لا بقسماط ولا بيض ولا اي حاجة زي ما انتم شايفين. وهتاخدوا منه احلى طعم واحلى لون، وريحته بتكون حلوة قوي، وهتعجبكم جدا وتعجب ولادكم. هعفر بقى البانيه زي ما انتم شايفين في الدقيق كده اهو. هبدا بقى احطه في الطبق زي ما انتم شايفين اهو. هاخد واحده كمان نعملها مع بعض، وهطلع قطعه البانيه زي ما انتم شايفين، وهبدا بقى اضيفها في الدقيق. وبايديا زي ما انتم شايفين كده اضغط على قطعه البانيه كده عشان الكفر اللي عليها كده او التوابل والخلطه تتمسك كده في قطعه البانيه اهو زي ما انتم شايفين. هطلعها بقى في الطبق زي ما انتم شايفين اهو، ونروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه بقى. اول حاجه هنجيب الطاسه ونحط فيها شويه من الزيت زي ما انتم شايفين، واول ما الزيت بتاعي يكون سخن كده ويسخن معايا، هبتدي بقى اوطي النار عليه، وهضيف بقى قطع البانيه زي ما انتم شايفين اهو. في البدايه كده بوطي النار عليه علشان البانيه بتاعي ما ياخدش لون على طول، والبانيه ما يبقاش ني معاكي كده، لازم توطي النار عليه، تستوي على نار واطيه كده علشان يستوي معانا ويبقى تمام كده. هقلب بقى البانيه بتاعي بعد ما اخد اللون الذهبي، اقلبه على الجنب التاني. هنا بقى بعد البانيه بتاعي ما اخد اللون الذهبي، هنبتدي نطلعه من الزيت زي ما انتم شايفين اهو. شايفين لونه ذهبي وحلو ازاي؟ هبدا بقى اخرجه من الزيت. وهنا بقى بعد ما خلصنا الفيديو بتاعنا، عملت مكرونة وبانيه بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وبإذن الله تعجبكم. يلا حط لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مش مشتركة، ومستنية تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني جدا جدا، وما تحرمش منكم أبدا أبدا ولا من كلامكم الجميل. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، واستنوني الفيديوهات الجاية بإذن الله. أشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.